والجهة جاهزة. انطلق مقطع زاج مروال الحضور الكريم. 5 من الجهة المهجنة الأصيلة تشارك بشكل جميل وقوي. سكوتين خليفة بن شعيب الكواري وجيبي قنبر من الجهة الخارجية يخطف الصدارة. في الوصافة ستار انجل منصور ابراهيم سعد المحمود وستيفان لجاج. ومن الجهة الداخلية هيلث دريم شاهين بن خالد شاهين غانم الغانم وهاري بنتلي. خطوة بخطوة في الترتيب الرابع تي ليف مروة الغزالي ومارفن سورلاند. وفي الترتيب الخامس فت ماركو كزينتو وبولك خليفة بن الشاي الخليفة الكواري. الصدارة جميلة وقوية مع سكوتينغ وجيبي جمبر. محاولات للحاق من الجهة الخارجية لستار انجل وستيفان لجاج. وفي الترتيب الثالث هيلسيد دريم وهاري بنتلي نقطة الألف متر. والصدارة جميلة وقوية مع الجواد سكوتينج وجيبي جامبر. وتغير الترتيب ستار انجلز الآن يعطي عزاء ستيفان لجاج المنعطف ما قبل الأخير. والقادم من الجهة الخلفية فيس ماركو كازمينتو. ولا تزال سكوتينج بشكل جميل وقوي والصدارة قوية. والفارس جيبي جامبر مولك خليفة بن شعيل خليفة الكواري تعطى لإعازات 400 متر على خط النهاية. محاولات لهيلسايد دريم من الجهة الخلفية ولكن سكوتينج بشكل جميل والصدارة قوية. جيبي جامبر محاولات للحاق من الجهة الخلفية والجواد تيليف ومحاولة ولكن الصدارة مع جيبي جامبر والأمتار الأخيرة ومحمد رياض. ونتائج شوط الكأس وكأس قطر أعزائي الجمهور والحضور الكريم. فاز في المركز الأول الجواد رقم 4 سكوتينج ملك السيد خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري والمدرب جيبي جامبر والفارس جيبي جامبر والمدرب محمد رياض. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة 51 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. في المركز الثاني جاء الجواد رقم 5 تي ليف سادة مربط الغزالي والفارس مارفن سولاند. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 1 هيلسيد دريم ملك السيد شاهين بن خالد شاهين غانم الغانم والفارس هاري بنتلي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 3 فيس ملك السيد خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري والفارس ماركو كومستينتو. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 2 ستار انجل ملك منصور ابراهيم سعد المحمود والفارس ستيفان لجد. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وللجواد سكوتينج الفائز بالكأس. هذا شوط جي بي جامبير ولدان. ألف مبروك الفوز في هذا الشوط. يتفضل المدرب محمد رياض إبراهيم قاسم. ألف مبروك الفوز في هذا الشوط. كما يتفضل الملك السيد خليفة بن شعيل بن خليفة الكوار ليتسلم كأس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. مبروك للفائزين في سباق اليوم كأس قطر. كأس مميز وكأس مهم لجميع الملاك والمدربين. ألف مبروك الفوز. صورة جميلة وتذكارية تجمع كل من الخيل والخيال. الفائز بشوط كأس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. مبروك للمالك خليفة بن شعيل الكواري وجميع الفائزين في السباق اليوم. وحظ أوفر للذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ في